السلام عليكم. وين هالغيبة الطويلة يا فادي؟ والله أنا انقطعت، بعرف، سامحوني، اعذروني، كان عندي بعض الظروف اللي خلتني شوي أنعزل عن السوشيال ميديا وعن أي صناعة محتوى، لأني كنت بدي أركز في بعض الأمور. خليني أحكي لكم إيش الأشياء اللي مرت معي، وهيك to bring you up to speed، يعني أخليكم تعرفوا شو عم بيصير معي كان بالفترة الأخيرة وشو رح يصير في هاي القناة في الأيام القليلة القادمة. بداية، إذا أنت جديد على القناة، مرحبا، أنا فادي يونس، صانع محتوى على قناة اليوتيوب. بدي أطلب منك أنك تعمل سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعل جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الإنستغرام إذا لساتكم مش متابعيني اللي مبين على الشاشة. طيب، وين كنت غايب يا فادي؟ كان عندي مشروع في مقاطعة أخرى، اضطريت أني أسافر لمقاطعة ألبرتا في كندا، كان عندي تصوير هناك مع أحد الشركات، رح تعرفوا تفاصيل أكثر إن شاء الله في الفيديوهات القريبة اللي حتنزل في الأيام القادمة. الإشي الجدير بالذكر، أنا كنت موجود في مقاطعة ألبرتا وأنا بصور هاي الفيديوهات بفترة كانت هي الأسوأ من ناحية الطقس، نزلت درجة الحرارة لأكثر من 40 تحت الصفر خلال فترة تواجدي هناك، بفعل ظاهرة جوية طبيعية بتصير عندنا بكندا اللي هي بسموها البولر فورتكس، اللي تأثرت فيها كل دول أمريكا الشمالية بداية من كندا لأمريكا، حتى إنكم شفتوا يمكن الأخبار الأشياء اللي صارت تكساس اللي ما صارت بتاريخها يمكن من زمان كتير، والثلوج اللي نزلت بسبب هذا الظاهرة الجوية اللي بسموها البولر فورتكس. فأنا كنت موجود بهذيك الفترة وأنا عم بصور هناك، ورح أشارككم هاي الفيديوهات وهاي التجارب والمعلومات اللي رح أنزلها إن شاء الله قريبا على القناة، اللي هي حتكون عن موضوع السياحة الشتوية في كندا ومعلومات بشكل عام عشان تشوفوا كيف طبيعة كندا في فصل الشتاء. الإشي الثاني اللي أنا كنت شوي منقطع عنه، كنت عم بحاول أعيد ترتيب أموري بالنسبة لصناعة المحتوى، خصوصا إنه هاي القناة الآن رح يصير التركيز تبعها على مواضيع ثقافية، فلكلور وثقافات وعادات وقصص ناس ومجموعات و قبائل وقصص مثل هذا القبيل، راح أشاركها معكم من خلال تجاربي وسفري وترحالي حول العالم، فراح تسمعوا قصص وحكاية لم أرويها من قبل على هاي القناة. فستي تيون، خليكم متابعين الأشياء اللي راح تنزل قريبا إن شاء الله على هاي القناة، راح تكون جدا ممتعة وجدا مفيدة، وأمل أنه يعجبكم التغيير اللي راح يصير بهاي القناة. الإشي الثاني، إنه الناس المهتمة بالبودكاست، أنا برضو قطعت عن البودكاست بسبب حركتي وسفري وترحالي، فإن شاء الله رح أرجع مرة تانية هلأ أبدأ التسجيل من أول وجديد للحلقات تكملة البودكاست. الناس اللي مهتمة بالبودكاست فيكم تتابعوه زي ما حكينا على البودكاست على السبوتيفاي، أبل بودكاست، وعلى الجوجل بودكاست. وإذا مهتمينكم تشوفوا البودكاست المرئي رح يكون فقط على قناة اليوتيوب الخاصة في البودكاست اللي هي youtube.com/fadytalks. زي ما حكينا هاي القناة راح تصير مختصة ومركزة أكتر إشي بمواضيع الثقافة والترحال والعادات والتقاليد تبعت الشعوب الأخرى. حبيت بس هيك أطول عليكم أقول لكم إنه أنا لسه موجود، اختفيت بعض الشيء بس هيك عشان بكون بدي أضبط أموري، وبيني بينكم كمان بعد ما رجعت من البرد اللي أنا عانيت منه وأنا موجود في مقاطعة ألبرتا في كندا، يعني قعدت أسبوع كامل وأنا بالتخت وبالمية السخنة بس عم بحاول أدفي حالي، حاسس عظامي كانت متجمدة لأول فترة أول ما رجعت. صراحة كانت تجربة غريبة، انتظروا العديد من المعلومات ومن التجارب اللي أنا مريت فيها وأنا موجود هناك. بس حبيت أسلم عليكم وأقول لكم جمعة مباركة، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم بخلال الأيام القليلة القادمة. إلى اللقاء.